السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. بإذن الله النهاردة هناخد مع بعض ليسن 4 او الدرس الرابع من يونت 2 الوحدة التانية لمنهج كونكت 4. ان شاء الله بإذن الله النهاردة هناخد الجزء المتعلق بالستوري او القصة بتاعة البجعة البليكان والبير او الدب. حابة افكركم ان حل كتاب المعاصر وبيت باي بيت هتلاقوهم عندكم على البيج او الصفحة الانجليزي احلى مع ميس عبير، وهسيب لكم الرابط بتاعها في صندوق الوصف. كان عادة يلا بينا نبدأ بالفوكاب أو الكلمات. أول كلمة معايا هي كلمة كف اللي هي قدم الحيوان، معناها بو بو بو. طيب المخلب بقى بتاع الحيوان معناه كلو كلو، يبقى الكلمتين قريبين قوي من بعض، بو كلو بو كلو بو كلو. طيب بعد كده عندي كلمة البجعة هي البطلة بتاعتنا النهاردة، معناها بيليكان بيليكان بيليكان، بجعة بيليكان بجعة بيليكان. بعد كده عندي كلمة دب معناها بير بير، خلي بالكم دي ما اسمهاش بير، ها اسمها ايه؟ بير بير، الدب يعني بير. بعد كده عندي كلمة خائف معناها سكيرد سكيرد سكيرد، خائف سكيرد خائف scared scared. منقار خدناها قبل كده بيك بيك، منقار بيك. طيب عندي برضو اكسترا فوكاب، اول كلمة معايا juicy معناها كثير العصارة، ج ج juicy ج ج juicy. بعد كده جاهز معناها ready 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 ready. ذكي intelligent 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 intelligent. قسموها يا ولاد لمقاطع لو كبيرة عليكم، intelligent intelligent intelligent. مندهش surprised surprised surprised. كده هنتكلم على تصريفات الأفعال conjugation of verbs. أول فعل معايا فعل reach ومعناه يصل، reach 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 يصل. الباست منه reached reached reached، هننطق الاي دي هنا ت reached. بعد كده فعل whisper معناها يهمس، whisper whisper whisper، ويمس الاتش ولا كأنك شايفها silent، whisper whisper يهمس. الباست منها whispered whispered. الفعل التالت اللي معايا يصيح يعني shout shout shout، الباست منها shouted shouted. كل الأفعال دي طبعا أفعال منتظمة regular verbs. تعالوا بقى ناخد الأفعال الغير المنتظمة اللي أكيد طبعا كلكم عارفينها، take الباست منها talk، هي معناها يرى، الباست منها saw saw، we have وhas الباست منهم had had. عندي برضو important expressions and prepositions. اول تعبير معايا look scared معناها يبدو خائفا، احنا لسه قايلين ان scared معناها خائف، قلت look scared يبقى معناها يبدو خائفا، يعني شكله كده خايف، look scared look scared. التعبير التاني اللي معايا يرفع قدمه معناها lift its paw lift its paw lift its paw. lift معناها يرفع، طيب ايه ميس its paw؟ ما احنا لسه قايلين ان paw معناها الكف او قدم الحيوان، يبقى lift its paw يرفع قدمه. التعبير التالت اللي معايا fly away يطير بعيدا، طبعا انتوا عارفين ان fly معناها يطير، فلو قلت fly away يعني يطير بعيدا، fly away fly away. و excuse me معناها معذرة، excuse me excuse me. عنوان القصة بتاعتنا او الستوري بتاعتنا the pelican and the bear، يعني البجعة والدب. يا ترى ايه اللي حصل ما بين البجعة والدب؟ تعالوا نشوف. Let's read. A pelican and a bear are in the river. اول حاجة طبعا هنلاحظها ادوات النكرة، ما ينفعش اقول pelican على طول وbear على طول، لازم انا احط اداة النكرة. A pelican and a bear are، اوعوا تنسوا الverb to be، in the river في النهر، يعني موجودين هما الاثنين في النهر. They are very hungry، هما جعانين جدا. They الـ subject
are الفيرب تو بي وبعد كده الادجكتيف او الصفه اللي هي hungry. امال يا ميس فيردي معناها ايه؟ فيري معناها جدا، جعانين جدا، هم جعانين جدا. they are very hungry. they are very hungry. they are both looking at a big juicy fish. they are both. both معناها كليهما، يعني هما الاثنين looking at. look at معناها ينظر الى. امال يا ميس الاي ان جي دي بتاعت ايه؟ دي بتاع الزمن المضارع المستمر البريزنت كونتينوس اللي كان بيتكون من subject am is are verb ing. الجمله دي معموله في زمن المضارع المستمر بما ان هما الاثنين بيبصوا على السمكه دلوقتي ولسه بيبصوا عليها، عشان كده استخدمت المضارع المستمر. فقلت they are both looking at، حطيت طبعا للفيرب ال ing، بينظروا الى ايه بقى او بيتفحصوا ايه؟ بيبصوا على مين؟ a big juicy fish، سمكه كبيره مليئه بالعصاره. زي ما قلت لكم المره اللي فاتت لما يكون في عندي two adjectives او صفتين نفصل ما بينهم بكوما، يبقى big comma juicy fish. واوعوا تنسوا أداة النكرة لأني بتكلم على fish أو سمكة واحدة. The bear reaches for the fish. The bear الدب ماله reaches. reach لسه واخدينها في الفوكاب معناها يصل، وطبعا هنا حطينا الـ ES عشان خاطر الجملة مضارع بسيط present simple. بيصل for the fish، بيصل إلى مين؟ الله ينور عليكو، للسمكة. ليه مس؟ أكيد طبعا عشان يأكلها، مش راح يتصاحب عليها. It's left its paw. التعبير ده احنا لسه واخدينه معناه انه يرفع قدمه، يعني بدأ يرفع القدم بتاعته. It lifts its paw. It lifts its paw. الجملة اللي بعد كده بتقول لي The pelican opens its beak. البلكن او البجعة opens تفتح its beak منقرها. طبعا هنا it's برضو صفة ملكية، بيك معناها منقار، يبقى it's بيك منقارها. يبقى الدب بدأ ان هو يرفع رجليه والبليكان بدأت ان هي تفتح بقها. ليه يا ميس بتفتح بقها ليه؟ طبعا اكيد عشان تاكل السمكة. to take the fish out of the water، يعني عشان تاخد السمكة out، خارج the water او المية. يا ترى بقى ايه اللي حصل؟ يا ترى مين اللي خدها، البليكان ولا البير؟ تعالوا احنا نشوف. بيقول لي هنا the bear الدب sees the pelican. see معناها يرى، يعني الدب يرى البجعة، يعني الدب شاف البجعة كده وهي بتفتح بقها او المنقار بتاعها its beak. وفي نفس ذات اللحظة the pelican sees the bear. البلكن او البجعة ترى الدب، يعني ده شايف دي ودي شايفة ده. The bear sees the pelican. The pelican sees the bear. واوعوا تنسوا طبعا من إضافة حرف الاس أو صوت الاس لفاعل السي، لأن الجملة present simple والsubject عندي أو الفاعل مفرد. Excuse me. طبعا excuse me الكلمة دي مين اللي قالها؟ The pelican says. يعني الجملة دي اللي قالها البلكن أو البجعة. يبقى البلكن بتقول إيه؟ Excuse me. معذرة. That's my fish. تلك سمكتي، السمكة دي بتاعتي أنا. my fish سمكتي. the bear is surprised and angry. هنا بقى بيوصف لك الحالة المزاجية بتاعت البير أو الدب، فبيقول لك إن الدب ماله surprised مندهش and angry وغضبان. إيه اللي انتي بتقوليه ده؟ pelican. ده مين بقى اللي بيقول الجملة دي؟ برافو عليكم، البير أو الدب اللي هو surprised و angry. pelican يا بجعة. look at my claws. look at انظري الى my claws المخالب بتاعتي. now ودلوقتي او الان. look at انظري الى my teeth اسناني. that's my fish دي سمكتي. انت بتقولي ايه؟ انت مش شايفة my claws and my teeth؟ the pelican looks scared. البلكن او البجعة تبدو ايه بقى يا ترى؟ scared خائفة. يبقى البير فوق قلنا ان هو كان surprised و angry مندهش وغضبان من كلامها، لكن هنا البليكان شكلها ايه؟ برافو، خايفة. the pelican looks scared. I'm sorry انا اسفة. bear يا دب. it's whisper يعني انها تهمس، يعني الجملة دي بتقولها كده بصوت واطي. I'm sorry bear انا اسفة يا دب. اوعى تنخدع من اللي هي بتقوله ده، وهنعرف دلوقتي ايه اللي حصل.
The bear is stronger than the pelican. البير اللي هو الدب stronger than أخذناها المرة اللي فاتت في درس صفات المقارنة أقوى من the pelican البجعة. أكيد طبعا إن الدب أقوى من البجعة. The bear is happy. البير أو الدب سعيد because علشان it has it هنا طبعا بتعود على البير أو الدب. الدب has عنده أو لديه a big fish سمكة كبيرة for dinner أو يعني سمكة هيأكلها على وجبة العشاء. Then وبعد ذلك the bear looks down بدأ البير أو الدب looks down ينظر لأسفل. طبعا look معناها ينظر يبقى look down ينظر لأسفل وطبعا هنا الاس عشان خاطر الجملة present simple. Looks down بيبص تحته كده oh no it can't see the fish يعني إنه لا يستطيع أن يرى السمكة هو مش شايف السمكة. It can't see the fish. It can't see the fish. It can't see the fish. Can't see the pelican. It can't see the pelican. ولا كمان شايف البليكان. It can't see the pelican. Pelican, where are you? هنا طبعا بينده على البليكان أو البجعة. Where are you? أين أنت؟ أنت فين؟ Where are you? Where are you? Bear shouts. يعني البير بيصيح وهو بيقول الجملة دي. There is no pelican. لا يوجد بجعة. There is no. There is معناها يوجد. طب there is no. لا يوجد. لا يوجد pelican. بجعة. But لكن he can hear the happy pelican flying away with the fish in its mouth. يعني إيه؟ But يعني لكن he can hear يعني الدب يستطيع أن يسمع the happy pelican البجعة السعيدة طبعا لأن هي خدت السمكة معاها flying away تطير بعيدا with the fish مع السمكة in its mouth في فمها أو في يعني الفم بتاعها. وبكده نكون خلصنا مع بعض الستوري اللذيذة اللطيفة دي. أشوفكم على خير وسلام عليكم.